وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت العاصمة اللبنانية مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، أهلا بك في البداية. وبالتأكيد هناك استهدافات كثيرة من الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان، بالإضافة إلى تطور جديد، يعني كما تابعنا أن هناك مسيرات حلقت اليوم فوق العاصمة اللبنانية بيروت. مزيد من التفاصيل وأنت تتواجد على أرض الواقع في العاصمة اللبنانية. نعم، تحياتي لكما في البداية. في الحقيقة أن اليوم هو الأسبوع، بداية الأسبوع الثالث من التوتر الكبير وربما غير المسبوق على مدار السنوات الماضية بين لبنان وإسرائيل عبر حدودهما المشتركة في الجنوب اللبناني. اليوم تم استهداف أكثر من 8 مواقع من قبل الجيش الإسرائيلي، سواء باستهداف عبر القذائف الصاروخية أو عبر الطائرات المسيرة، التي أسفرت اليوم فقط عن سقوط 6 قتلى للمقاومة الإسلامية في لبنان، ليرتفع العدد لحزب الله وللفصائل الفلسطينية أيضا إلى أكثر من 25 قتيلا على مدار الأسبوعين، أو في اليوم 15 يوما من التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية. وفي المقابل أيضا كثفت المقاومة الإسلامية في لبنان في الجنوب اللبناني من قصف واستهداف المواقع الإسرائيلية، حيث استهدفت اليوم 6 مقار أو 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في الجهة الأخرى. وربما الملاحظ اليوم هو اتساع دائرة الاستهداف. كان التركيز في الأسبوعين الماضيين على القرى الحدودية مع إسرائيل في الجانب اللبناني، وعلى المستوطنات والمراكز العسكرية على الحدود اللبنانية في الجانب الإسرائيلي، ولكن اليوم القصف امتد لأكثر من 8 كيلو متر من الحدود المشتركة بين الجانبين، سواء في الجهة اللبنانية أو في الجهة الإسرائيلية، وهما ينذر بتوسيع دائرة الاشتباك وتوسيع دائرة الثأر التي باتت السمة الأساسية في التوتر القائم على الحدود الجنوبية اللبنانية خلال هذه الفترة. أيضا هناك بعض الإحصائيات التي أعلن عنها الجانب اللبناني من إصاباته في الجانب للجانب الإسرائيلي، حيث أعلن الجانب اللبناني أنه دمر أكثر من 12 دبابة من طراز مركافة، 4 ناقلات للجنود، مقتل وإصابة 44 جنديا إسرائيليا، تدمير البنى التحتية لكاميرات المراقبة، والتجسس على طول الشريط الحدودي في المناطق الأكثر توترا في القطاع الشرقي وفي القطاع الغربي. كل هذه الأمور تنذر بمزيد من التصعيد، وخصوصا بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل مع لبنان اليوم، الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، وأصدر من هناك تصريحات أثارت ردود فعل واسعة في الدولة اللبنانية وفي أيضا الفصائل المقاومة في لبنان. نعم، كانت هذه ربما تحدث عن إذا أراد حزب الله التصعيد فسيكون الرد عنيفا، أيضا حزب الله يتحدث إذا أرادت إسرائيل التصعيد فسيكون الرد عنيفا، فبالتالي فكرة الحرب ربما تنتظر إرادة من أي من الطرفين. أشكرك بالتأكيد وأعتذر على المقاطعة، مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، كنت معي من العاصمة اللبنانية بيروت.